كيف جاتك الأجواء هنا في المغرب؟ الأجواء عظيمة كالعادة. جماهير المغرب يعني مش جديد عليها، جماهير عظيمة زي بالضبط جماهير مصر وجماهير الجزائر وتونس. أجواء كرة قدم بامتياز. يعني الأهلي هتفوز ب2-0، والأهلي جمهور كبير، ملوك إفريقيا، عندنا 11 بطولة إفريقيا، وعندنا ألقاب كثيرة، وإن شاء الله الأهلي تفوز ب2-0، وتحية جمهور الأهلي. كيف جاتكم الأجواء هنا في المغرب؟ لا الأجواء 100 100، وكله كويس الحمد لله، تمام. يعني نفس المعاملة اللي في مصر، والدنيا زي الفل الحمد لله، وربنا ييسر كده والماتش يطلع على خير بإذن الله. الأحسن هو اللي يكسب إن شاء الله. نتمنى الأهلي إن شاء الله. غياب مترجع لقاء النهائي، الأراح لاعبي فريق الأهلي وجمهوره. طبعا زهير المترجي جاب جولين فينا السنة اللي فاتت، أخد زي ما بيقولوا كل السوكسي، يعني حاجة عظيمة جدا طبعا، ويستحق لأن الراجل كسب الوداد العصبة. خوفينش من الجمهور كيف ما بيقولوا في الإعلام إنه ملعب؟ لا لا، أنا باقي المغرب كتير ما شفتش حاجة وحشة من الجماهير المغربية خالص. نهائي السنة اللي فاتت؟ لا ما حضرتوش للأسف، أنا أول مرة أحضر نهائي هنا. شكون من اللاعبين المغاربة اللي أنت متخوف منهم في لقاء اليوم؟ فريق الوداد يحتوي على عناصر محترمة ولاعيبة عظيمة جدا، سيف الدين بوهرة طبعا، وعندك المهاجم قوي جدا، يعني لازم نعطي الحق لإدارة الوداد إن الناس بتعرف تجيب انتدابات رائعة في الهجوم، يعني دي حاجة عظيمة جدا. كل سنة بيبقى عند الوداد حد مهاجم ممكن ما يبقاش نجم خط أول في أفريقيا، ولكن الناس المسيرين في الوداد بيعرفوا ينزلوا يجيبوا ناس من أفريقيا مهاجمين عظماء، ودي حاجة يعني مش هقول عظماء اللي هم يعني حاجة فتاكين يعني، بس الفكرة ان هو بيجيب مهاجم فعلا بتقدر تعول عليه زي سامبو. تخوفينش من الملعب، من ملعب دونور؟ لا مش مخوفين، مش عويدين على الضغط الجمهور، مش عويدين على الضغط، يعني احنا متعودين. ولكن العام اللي فات في النهائي ما كنتوش متعودين؟ لان كنا شوية مبعصر، كان الفريق شوية مبعصر، يعني مبعصر الفريق، يعني كنا مش مركزين، يعني كان الفريق شوية مش كويس، ولكن ان شاء الله نتمنى البطوله تكون السنه دي. السنه اللي فاتت كان الجمهور الاهلي كان جاب كثافه، السنه هذه لقينا عدد قليل من الجماهير الاهلي، شنو السبب؟ واش تخوف انهم يقدروا يفقدوا اللقب بحال السنه اللي فاتت؟ لا احنا كجماهير الاهلي ما بنتخوفش، بس هو ممكن الظروف، بمعنى السنه اللي فاتت كان الفاينل من مباراه واحده موجود في كذا، وكان الملعب اولموست مقسوم مع افضليه الجماهير الوداد، وكان حتى ساعتها ما كانش فيه كان في جماهير الاهلي اكتر، بس السنه دي ليه الجماهير اقل ممكن شويه؟ لان انت بتتكلم ان الكاف بيديك 5% للفريق الضيف، ف 5% عندك 2000 تذكره، انت حتى يعني ممكن العدد يبقى 1000، يمكن يبقى واتيفر، انا ما اعرفش هيبقى كام، بس احنا مش متخوفين، بالعكس احنا جايين. انا شفت ناس وانا نازل في المطار جايين من المانيا، من النرويج، من هولندا، من كل حته، فاحنا كجماهير الاهلي واثقين في لعيبه، ربنا ان شاء الله باذن الله يوفقنا، واثقين في لعيبتنا جدا جدا، بالعكس الجماهير اللي قادره تيجي بتيجي، وجايه من حته، انا شفت كل الناس اللي موجوده غالبا اغلبهم مش جايين من مصر يعني.